سعيد جدا بلقائكم أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناة الحقيقة الفضائية فيما كنتم فيما توشوا. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة وعدد جديد غيجمعنا بكم دائما في إطار برنامجكم، برنامج استعراض حالة الشفاء من المملكة المغربية، برنامجكم ولا تيأسوا. كنت واجدوا أعزائنا المشاهدين خلال حلقة اليوم في نواحي مدينة تارودانت، جينا عند السيدة الدوش رقية. أكيد أن السيدة رقية سنوات عديدة من المعاناة مع مشكل مس السحر والأعصاب وعديد المشاكل النفسية والعضوية الأخرى، أكيد أنها طرقت عديد الأبواب بحثا عن الشفاء، ولكن ولله الحمد من بعد ما التجأت المجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية، استعملت جرعات المكملات الغذائية ويلحظة بصحة جيدة وتحسنت بشكل كبير أعزائنا المشاهدين. وأكيد أنها غتحدث لنا وغتحكي لنا وتحكي لكم أنتم أعزائنا المشاهدين كيف كانت رحلة المعاناة ديالها مع المرض، غتحدث لكم باللهجة الأمازيغية بحكم أنها لا تتقن العربية، تتقن فقط اللهجة الأمازيغية، وأيضا غيكون بجانبها الزوج ديالها اللي غيتحدث باللغة العربية وغيحكي لكم كيف أنه يعني وقف مع الزوجة ديالو، كيف أنه يعني قاس وعانى مع الزوجة ديالو، وكيف أن الزوجة ديالو يعني عانات من هذا المشكل، ولكن ولله الحمد من بعد ما استعملت جرعات المكملات الغذائية ولات بصحة جيدة وتحسنت بشكل كبير. أكيد أعزائنا المشاهدين أنكم تتعرفوا على هذه الأمور كاملة خلال حلقة اليوم، فابقوا معنا. السلام عليكم، أنا من جماعة مالو قيادة غرم عملة تارودانت رجل الجيش الرقية، كانت مريضة عندها المس العين السحر، كان عندها كيشدها الأعصاب، الصحة ديالها كتوقف وما كيكونش عندها الخاطر في اللوب ديالها، وكانت كتبكي. ومشيت جبت ليها الجرعة الأولى عند دكتور محمد الهاشمي، ولات لاباس شوية، واحد شوية قطعت لها داك الشيء، ومشيت ثاني عند الطباء خرج لها الفانيد والأدوية وما لقاتش فيها الراحة ديالها، ومشيت ثاني عند الهاشمي، بقيت كنجيب لها الجرعة حتى ولات لاباس. شي تقريبا في 2012 تقريبا اش بدا عندها، ما كطيحش، اللي كتعصب الى شد هذاك الشيء كترعد وكيدرها الراس والكتاف والصدر حتى هو السنسول الظهر حتى هو حتى السفل الظهر العروق ديال الرجلين. يدي تاع الطبيب مرة الاولى شحال من واحد مشيتو عندك؟ كنمشيو عند واحد فاكيا دير دار ليها الشبكه ديال الراس وخرج لها شي دوية، ملي كتستعمل الدواء كتولي لاباس، كيكمل الدواء كترجع ثاني كما كانت. وكنجيبها عند واحدة هنا نيت فايتي عزة، واحد الطبيبة هنا فايتي عزة، كتخرج لها حتى هي شي فانيد وشي حاجة، تقول لي استعملوا 6 شهور ورجع عندي، قضى ليها والو داك الشيء. بعد مشيت جبت ليها الدواء ديال الهاشمي الرقي، كنا في واحد عند واحد فكازير خطره المره الاولى، بعد ما جبدنا الدواء ديال الهاشمي كنا عندو خطر مره واحده، ما قال لي والو. ملي كيقرا عليها هو ما كتبكي ما كتحس بوالو، ملي كيقرا عندها الصحه ديالها كتنمل، البكاء ما كيجيش ديك الساعه. من بعد وليت كنجيب لها الجرعه ديال الهاشمي، انا كنشوفها كتبقى فيا حيت ما عندي دراري، ما عندي هي اللي عندي، ما بغيتش نفرط فيها الأمانة. مشينا عند الطبا ما خلينا فين مشينا وما جابش الله، يعني كنستعمل هذاك الشيء ولات لاباس. الجيران ما كتخاسم معاهم والو، كتخرج عند الناس عادي، ولكن اللي كيقرا الا كان شي صداع شي حد مخاسم ولا واخا ما تخاسم معاه هي، كتسمع شي غوات بين الجيران ولا شي حاجه كتمرض، ولا كيجيها شي خبر من فاميلا مريضه ولا شي حاجه كطيح ثاني من جديد، هي كتبقى فيهم كلشي كيسولوا عليها حيت ما كطيحش بخطره وتنعس، كتنوض سميتو كتشقى مع الوقت. هي الشغل ديال برا ديال الدار، الكوزينه هي كتكلف بها، بحال داك الشيء البهايم عزك الله ولا مسائل الا كان الحارث ولا كان الحصاد كنعاونها، لانه واحد خويا ايه كتصبر، كنحس بها والنعاس بعض المرات النعاس ما كيجيهاش على 3 ايام ما كتنعس، كتبغي تنعس وما كتنعس،
وكيجي سميتو الى العشات كاع كيجي احلى مزعجه كتشوف الكوابيس خايبه المشاش والكلام عزكم الله ولا كي وكتحس بجا تورقت كان طم غارد ولا انت كنت وانا كتحلم بالعيا بالعيالات كاين تفوها وكيتعداو عليها ملي كتستعمل داك الشيء كيحيد لها داك الشيء ملي كتستعمل الاذهان والرقيه والماء سميتو الماء ديال الرقيه كتولي لاباس بالنسبه من شي 2005 تقريبا حتى 2006 فاش مات الوالد ديالي ديك الساعه كتحسها بشويه بشويه الراس حتى مورا 2010 الفوق بدات كتعصب القلب الراس صغرى من كل شيء العروق ديال الراس راه كي غير ارد بعدا سمعت نمر كيفاش تعرفتوا بلي راه كاين واحد المركز ديال الدكتور الهاشمي؟ كيفاش عرفت؟ تعرفت على طريق التلفزيون كنتفرج في الناس كنشوف الحالات ديالهم كل واحد اش كيعاود حالته تيل مالين السرطان نتفرج فيهم مالين مرض الكبد قولون العصبي ولا شي يقول لي مصران كبير ولا تفرج فيهم تشافوا تفرج هذا حتى شفت حالات ديال السحر وداك التكزاز وداك الشيء اللي عندها هي هذا تكلت على الله ومشيت عندهم تقس بيه الحمد لله تقس بيه حيت ما داك الدواء وداك الشيء اللي كيتجمع والقران تاع الرقيه ديما دابا نيت كتخدم الرقيه الا ما كايناش كاع الا ما كاينش سميتو وقت باش تخدم التلفزيون ديال الصن ديال الهاشمي كتخدمها الا كاينه في الراديو ولا كارت ميموار كانت تيقي مشيت واحد الخطره لست ايام تما جات لي واحد الجرعه ما جاتش للمركز تما في كازير صفضتني داك السيده اللي تما في كازير للمركز مشيت لقيت شي الناس تما ملي شديت الكارطونه كيبان لهم الصوره ديالو داكشي قال لي راه كاين الرقات هنا في البلاد كاين كلشي قال لهم كل واحد فين لقى راحته كيمشي ليه داكشي باش جاوا داكشي اللي كان صحوم وكان في الدوار كان عطيهم كارت فيزيت وكان شجعهم السيده الوالده عندي مريضه بالحساسيه راه عندي ورق ديالها هنا نيت رجعوا لها الاخرى يلا جبتها بشي 20 يوم ولا ما كملاش كاع باش جبتها ليها وشي الناس عندهم الدقه تما وداكشي عطيتهم كارت فيزيت باش يمشيو عنده جات عندي واحد السيده حتى وقيله رجعوا على الاخرى اللي جبت للوالده ديالها ولات لاباس كانت كتستعمل هي الرابوزات وكنستعمل الفانيده حتى مشى ليها الصوت كانت جات الكحبه وكتشد ملي كتشد الكحبه كتحكم كتكحب حتى كنقول غتموت هذه الاخرى ليها ومشيت لتما بلا خبرها حيت كتقول لها هي كتقول لك المصاريف خصك هذه خص هذه هبطت مشيت قيت لها الجرعه ما قلت لها والو تجبتها تديتها ليها من هنا من البوسطه قلت لها شدي لها شدي لها قالت لي علاش جبتها الا ما بغيتش نشوفك تبقاي تعذبي فلوس فلوس راه غيخسروا غيخسروا الا ما خسرتيهم على الصحه تخسرهم على حاجه اخرى وكاين واحد اختي حتى هي في القردن تزدت عندي واحد البنت موراها بربع شهور بدات تمرض كنا كنشدوها كنكتفوها كضربنا وديناها عند واحد الراقي في كازير حتى سكنت شويه ولات لاباس صبرت انا مشيت جبت لها الجرعه ما عرف كاع راجلها ولا هي مشيت قيت لها قال لي ذاك الراقي اللي مشينا عنده قال لي عندها شي يقول لي جن العاشق جبت لها داك الشيء ولات لاباس السلام عليكم انتو شرقيه اريد تاريخ سي زوار كله اريد تاريخ راه بدات تنغي خفيف اريد تاري مكسيمي مكسي صار كرو كان ما كنتش طحت اريد كي كل دتني غيت لا رتني اظهر لي موت غيت لا دغيا دكين غضيض رت بكوز الدرجه كنا صار كنا صافي الموتايا ارتا دا غاد سني غا سميد دلاغ والو يمك يردان كازك صباح لحيدا شطحت انا يمك سي ساريت تاغي يدمرني مك اريت تاغ غار سي مك اريت تفوق ديكرت غراد اريت تيت القلب القلب نوا اريت كي غيكا غير كود جاحت غا اريت تيت القلب نوا ارتا دا غي مك سي مك صافي مك سي مك سي كلو تي غايا نار يتترو ما يحسن تي غراد
درت غراض إيفاش سني زغران كلشي، عرفتي غيفوض صغير، زغران كلشي، يخف زغران يخف كلشي. قرات غرادي ترمي دا كروم كروم غير تفاز جيس غير تقواز صبين غاد ولا اصفد ولا ما ين عرف لي تشق ورا ورا تمتي غير كيصل في غادا غادا ريت ترم غايا نضر زغران نضر ناري زبين زندو كان غير تبيت غي كا دي تقا نضر يترمي غايا ناري ترمي تدمي يمكن كاردي كلو يا غندو يضر نكر زك صباحي غي حاول غايا زندي غي بزقن دو يضرنا دي تقين ورارت ورارت هذه غصرها شويه ديت اللحم دار نكرات جنجن دو راسول التفاغ فلاس نبيض اركي صرحها شويه لحيت يفاد نولا تني ما فاصل 8 د نضر 8 د يفاد 8 غير ما فاصل نضر ام كير غي ريت هاكا تسال الشغل الشغل اللي في لي شقان يختي تستعمل زوينين رميت اللحمان يستعمل غوين هاشمي لا رقيت لاباس شويه ريت شويه يا ريت الحياه تقزوز دار نرجع تسكر الشغل تيمي شويه ورسول ارتقا جون نور استعمل ولا لا دويري انا دبي بن ايدس كي نور كوا دجا انا لا يدي حول غير كات غير ندير كات تاع الصباح وراد كنا هاد صغر راه النهار صباح نهار كتفرج غير هاكا دجا واحد حتى ديك الصدر قلت لهم ديك الصدر ديك الصدر استريز ولا غير الخوف اري كاي سي و تكرا غير هاد اجاره كراي نهي كراي ما تكرا نخ كرا اريد اريد تصوي كرا غي من تسا اريد القلب اري قري غاندي خف هاد الصوره تتكا تشكر الدكتور الهاشمي الله يرحم الوالدين انا كنت تشكر ولا كنت صام حتى تنض غاد دو غراس هذا من رحم ربي الوالدين نتشكر الدكتور الهاشمي الله يرحم الوالدين